بسم الله الرحمن الرحيم. قد ما حكينا بالتنبيهات، يا بنت لا تصوري حالك، لا تثقي بالطرف المقابل لإلك في المحادثات. هذه رسالة تهديد من شاب مصري لبنت أردنية، مجرد ما أخذ منها فيديوهين وأخذ منها مجموعة من الصور، وصور عارية طبعا، مش أي صور، صور غير مؤدبة غير محتشمة. الآن هذه الرسالة التهديد اللي وصلتها اليوم، إما بتحولي $1,000 وإما أنا بدي أنشر صورك وفيديوهاتك على مواقع الدعارة في العالم. بحكي لها أمامك حلين فقط، الحل الأول أن تهربي من الأردن، والحل الثاني أن تنتحري، لأني راح أعمل لك فضيحة. هاي الرسالة أنا بتوقع ولازم وبطلب من كل إخوتي وأخواتي المتابعين للصفحة يقوموا بنشرها على أعلى مستوى. يا بنات لا تثقوا بأي طرف مقابل لكم بأي محادثة. مجرد ما أخذ منها فيديوهات، مجرد ما أخذ منها صور، أصبحت تجارة وأصبحت بضاعة وأصبحت الابتزاز مباشر. هو في بلد وهي في بلد، إيش تعمل؟ إيش تسوي؟ شو الإجراء اللي ممكن نعمله؟ إجت عندي بتقول لي هيك هيك ورجتني أنا جني، والله إيش بدي أعمل؟ ما فينا نعمل إشي بهيك مرحلة إلا باللجوء إلى الأجهزة الأمنية والمختصة، إنتربول وغير إنتربول. الوقت اللي بدها تاخذه حتى نخاطب انتربول وحتى نحكي ونعمل شكوى و و و بيكون ابن الحرام اللي بالجهه الثانيه، بيكون ابن الحرام اللي بالجهه الثانيه عامل اللي عامله. وحالات الانتحار اللي بنسمع فيها، اللي بنط عن جسر عبدون، واللي بنط عن عماره المنتحرين، واللي بنط وبنط، معظم الحالات يعني هذا هي ابتزاز. لوين رايحين احنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحمي هالبلد ويحمي البلاد اللي بتحب الخير لهالبلد. هذا رائد سمور يحييكم من عمان، إلى اللقاء.